جدا كمان. محمود متولي النجم الكبير بيشارك في جزء من المران الجماعي. محمود متولي بعد تحسن حالته وبعد الاشعاعات اللي عملها على العضله الخلفيه اعتقد ان خلاص التامت بشكل كبير جدا وبدا ينزل تدريبات بشكل تدريجي. متولي ان شاء الله يسافر مع البعثه اللي هتسافر بكره زي ما قلت لحضراتكم لمعسكر الامارات. ايضا النجمان الكبيران معلول وجيراودو بينتظمان في مران الاهلي. كنت عارفين حضراتكم ان هم خدوا اجازه او مدوا الاجازه بتاعتهم شويه عشان يكونوا مع اسرهم، لكن رجعوا الحمد لله وانتظموا مع الفريق في المران وفي المعسكر باذن الله. كان في وحده ترفيهيه للاعبين بقياده فايرر. الوحده دي كانت يعني تدريب بالايد كده عشان يخرج اللاعبين من الجو التدريبي العنيف اللي هم بيشهدوه الايام اللي فاتت، فكان في فقره ترفيهيه لكل اللاعبين. خبر كمان يعني اعتقد ان كل جماهير الاهلي بتهتم بقميص النادي الاهلي اللي اعلن منذ قليل عن شكله وتصميمه. مش عارف معانا الصور ولا مش معانا عمر؟ يلا معانا الصور هنوريها لحضراتكم بعد ما اعلنها الموقع الرسمي للنادي الاهلي قميص النادي الاهلي الثالث. ما شاء الله يعني كل التصميم نال اعجاب كل الجماهير الاهلاويه، كل التصميمات، واعتقد كمان ان التصميم الثالث ده ان شاء الله ينول اعجابكم ايضا. ده التصميم بعد ما نشوف التيشيرت وتصميمه، وكمان جايبين طبعا نجم كبير جونيور اجاييه. ده التيشيرت الثالث للنادي الاهلي. تمام. معايا زميل العزيز شريف شعبان يطمنا على كل اللي حصل في مران النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا شريف. مساء الفل عليك كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وابدا كلامي واقول الاسطوره كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد، وباذن الله الفتره الجايه كلها انتصارات، كلها بطولات، وتكون وش السعد على النادي الاهلي وعليك طبعا كابتن خطيب اسطوره. كل سنه وانت طيب. النهارده كان في تمرينه في الرابعه عصرا، يمكن من قبل بدايه المران كان في تصوير اعلان في ملعب البيتش، يمكن من الساعه 12 الظهر كان لاعبي النادي الاهلي حريصين يكون موجودين طبعا لمستشفى 57، وكان في الاطفال ولاعبي النادي الاهلي انت عارف سباقين في الخير، الحاجات دي ما بتاخروش عليها على طول، من الساعه 12 الظهر وموجودين في النادي، وتم التصوير يمكن في 3 4 ساعات. ومن بعد الاعلان كان المران اللي استمر حوالي ساعه ونصف. يمكن مستر فايلر بدا بالاحماء، والنهارده كان عامل تقسيمه كبيره بس كره يد بالقدم، وبعد كده عمل تخصص على الجول من الاجناب، اوفرات من الاجناب، الفيرود يحطها بدماغه او ياخدها على صدره ويحطها برجليه، الشوتنج من بره من على ال 18 من بره، الفيرود يشوت او هو انفرد الاول بوسط ملعب المهاجم مع المهاجمين، ومن بعد هذا التخصص للمجموعه ديت انفرد بمجموعه اخرى لوسط ملعب المدافع والمدافعين، يمكن كله تعلق في هذا التخصص على الجول. الراجل كان حريص ان يبقى في التمرين التخصص ده مركب كذا جمله، عاوز البيروت يعرف يتعامل برجليه الاثنين، يعرف يتعامل بالراس. يمكن على الجانب الاخر تدريبه الحراس تدريبه قويه جدا للشناوي الاكرامي لعلي لطفي بحمزه الجول الناشئ. يمكن الراجل النهارده كان حريص مايكل على التعويض، اللعيبه يستلموا الكوره، حارس مرمى يستلم الكوره ويوقف الكره برجليه ويعرف يسلم ايضا الكره مره اخرى. كان مركز جدا النهارده على تمرين القدم لحارس المرمى، وممكن قعد فتره كبيره جدا يعمل عرضيات عشان حارس يعرف يتعامل مع العرضيات. يمكن النهارده كان اخر تمرين للنادي الاهلي في ملعب البيتش، يمكن الساعه 8 صباحا باذن الله، والثامنة صباحا هيكون ميعاد تجمع في المطار، والطائره هتكون الساعه 10 ونصف صباحا باذن الله متجهه الى الامارات. يمكن النهارده تمام حضر الكابتن سيد عبد الحفيظ التمرين كله، يمكن قبل نهايه المران غادر المران هو طبعا والكابتن سمير عدي الى الامارات، متجهين النهارده الى الامارات زمانهم على ما اظن وصلوا بالسلامه. يمكن التأهيل مستمر الكريم نجم، خلاص كريم بتتكلم في ايام كابتن ميدو هيكون باذن الله مشارك في التمرينات. خليني اقول لك محمود متولي بيشارك بجزء كبير جدا من التمرينات، شارك امبارح وشارك النهارده، ولكن يكتفي يمكن بنص ساعه ساعه الا ربع، وبعد كده بيبدا يكمل مع المؤهل. محمود وحيد النهارده كان بيجري تاهيلات مع المؤهل. يمكن الامور كلها طيبه، الامور كلها في حماسه في التمرين، في قتال في التمرين، الكل بيحاول يلفت نظر الراجل علشان يحجز مكان في تشكيل النادي الاهلي. معاك كابتن ميدو، لو عندك اي استفسار انا معاك.
والله انا نفسي اسالك، يعني كالعاده شريف انت بتغطي كل الاخبار، طمنتنا على كل النجوم وطمنتنا كمان على نيدفيد، وان شاء الله يكون معسكر ناجح بكره باذن الله يا شريف. باذن الله. وكمان في حاجه تانية، الناس كلها من يومين قالوا ان عم حارس، طبعا عم حارس الخير والبركه، قالوا بيمر بظروف او بوعكه صحيه، عم حارس سليم، عم حارس بيتالق في التمرين كالعاده في شغله، طبعا مجتهد ومخلص وبيموت في الكيان وبيحب الكيان. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، كابتن سالم على عم حارس، عم حارس سليم وبيشتغل 100 100. ده حبيب قلبنا عم حارس ده، خير وبركه. ربنا يخليك يا شريف، شكرا جدا على التغطيه المميزه كالعاده، نجم كالعاده. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز شريف شعبان. يلا عشان ما تاخرش بقى على النجم الاهلي الليله، النجم الكبير الكابتن تامر بجاتو نجم النادي الاهلي، هيكون معانا بعد الفاصل.